على وقع حالة عدم استقرار الطقس، ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية ومتابعة حالة الطقس حسب ما يصدر من إدارة الأرصاد الجوية. وتوقعت إدارة الأرصاد أن يشهد طقس البلاد حالة من عدم الاستقرار مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح الجنوبية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار مع فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة. وتتأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض مصحوب بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث الفلكي عادل السعدون. أهلا بك أستاذ عادل، وأولا لو تضعنا بآخر تحديث لخارطة الطقس في البلاد وتحديدا ما يخص موجة الغبار ونشاط الرياح. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم طبعا كانت هي أحد هبات اللي يسمونها السرايات. العادة السرايات تجي تاريخ 15 منتصف شهر أبريل، هذه نسميها سبق السرايات، يعني قبلها بكم يوم دش، واحيانا تمتد الى اكثر من اسبوع السبق، وهو وقت طبيعي في هذا الوقت ان تحصل السرايات. نعم. واللي ما يمكن يتنبأ لها قبلها بيومين او ثلاثه، لان هذه الحاله تحصل تقريبا في نفس اليوم او قبلها بعده ساعات ممكن تتنبأ لها، نتيجه ان الجو الحار، أشعة الشمس تسقط على الأرض، وبالتالي بعد العصر يصير تصعيد حراري، ولهذا السبب تكون أغلب الحالات العصر أو في الليل، يعني عمره ما صارت سراية الصبح مثلا. نعم. متوقعين هذا السرايات اللي تمتد من 15 أبريل إلى 15 مايو أن أي يوم تحصل سراية. اليوم وصلت الرياح إلى تقريبا 60 أو 65 كيلومتر في الساعة، وكانت كبيرة الحركة. نعم. بس أنها كانت في جنوب الكويت، غرب الكويت في السالمي، وحدث معها سقوط أمطار أيضا، بس الآن تقريبا الوضع الآن خلاص تقريبا توقف. باكر ما في هناك تنبأ أن أي شيء يصير، لحد الآن الوضع طبيعي، سرعة الرياح ما هي ذاك سرعة كبيرة. ماذا عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة؟ درجات الحرارة راح توصل إلى 38 39 و 40 درجة حرارة الظهر، طبعا ساعة 2 الظهر، لأن الآن خلاص دشينا احنا في الوقت اللي إلا إذا كان في يوم غائم تنزل حرارة 4 أو 5 درجات، لكن الحرارة الآن بازدياد للأسف يعني.